يعني هل حضرتك كنت مشارك في هذا الاجتماع النهارده؟ لا، هو النهارده انا ما شاركتش في الاجتماع، انا شاركت في اجتماع الامن اللي كان خاص بتوجيهات السيد رئيس الوزراء بشان تخصيص الاراضي الصناعيه وتيسيرات الخاصه بمنح الرخص الصناعيه وفرص الاستثمار الصناعي. طيب اتفضلي. يعني المصنع لما جاي عايز يبني مصنع، قول لي كده التفاصيل، هيروح فين؟ ايه دور الهيئة؟ الهيئة بتقدم ايه؟ هي طبعا هيئه التنميه الصناعيه هي الذراع التنفيذي لوزاره التجاره والصناعه، واللي بتنفذ سياسات وزاره التجاره والصناعه وتحفيز الاستثمار الصناعي في مصر. المستثمر لما بيجي بيشوف الفرص الاستثماريه اللي هي اللي موجوده، بيجي يتقدم لينا على ارض صناعيه. الارض الصناعيه بنوفرها له، بيكون من خلال باجراءات بسيطه اذا كانت دراسه جدوى ودراسه فنيه. مجرد لما بيحصل على الارض الصناعيه بيبدا يقدم على مشروع، وبيتابع معاه رخصه البناء في اجراءات رخصه البناء، وبعد كده بيبدا نتابع معاه المشروع لغايه لما بنصدر له رخصه التشغيل. في طبعا كان بعض الاجراءات اللي واجه فيها دوله رئيس الوزراء، كان قرابه من شهرين كان طبعا في مشكله بتقابل الساده المستثمرين ان هو بيروح لكذا جهه علشان بيدور على اراضي صناعيه. فسيادته شكل لجنه برئاسه هيئه التنميه الصناعيه، وفيها اعضائها رئيس هيئه الاستثمار، مساعد وزير الاسكان، مساعد وزير التنميه المحليه. واللجنه دي ده منوطه بان هي اول حاجه تشوف الاجراءات، تسهل الاجراءات الحصول على الاراضي الصناعيه، بالاضافه تسعير الاراضي الصناعيه، وفي الاخر البت الاراضي الصناعيه. اللجنه فعلا اتشكلت، احنا وحدنا جميع الاجراءات وسهلناها، يعني يمكن دراسه الجدوى والدراسه الفنيه كلها ما تكملش حوالي 4 5 ورقات. برضو تسعير الارض الصناعيه، احنا التسعير الارض الصناعيه بيبقى على قيمه المرافق اللي موجوده اللي اتنفذت للارض الصناعيه. طبعا المبدا الاساسي ان طرح اي ارض صناعيه بيبقى اراضي مرفقه. الحاجه الثانيه لجنه البت، بتدخل في اللجنه اللي هي لجنه 2100، بنمنحه الارض الصناعيه فورا. احنا عملنا اكثر من لجنه، واحنا يعني طبعا كان برضو التوجيه ان احنا للتوسعات، يعني اللي عنده مصنع ومحتاج ان هو يتوسع وطاقته الانتاجيه يزودها، كان برضو بنديله ارض صناعيه او المشاريع الجديده. طب المشاريع الجديده بنديها على اساس ايه؟ الفجوة الاستيراد، بنشوف احنا عندنا طبعا حجم الاستيراد، بنشوف ايه المنتجات اللي بتستورد من بره، المستثمر اللي جاي يعمل منتج بيقلل بيه الاستيراد، فبنمنحه الارض الصناعيه. خلال الفتره اللي فاتت احنا خصصنا اراضي ل 79 مستثمر باجمالي 400,000 متر، ده لصالح التوسعات، و 360,000 متر لصالح المشروعات الجديده.